ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. على صعيد الحال الحقوقية في اليمن، طالبت منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أسماء العميسي. كيف ترى تعامل الميليشيا مع مطالبات المجتمع الدولي؟ مرحبا بكم ومساء الخير أخي الكريم والمشاهدين. في الحقيقة تستخدم الميليشيا الحوثية منظومة العدالة كجزء من الأشياء التي اختطفتها في البلاد. هي اختطفت البلاد برمتها ووضعت الناس رهينة يعني محاولة الإبقاء على نفسها كسلطة أمر واقع، وبالتالي عندما تحاول إحالة أشخاص إلى يعني محاكم مثل قضية اليمنية أسماء العميسي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، هي محاولة في الحقيقة إلى جرائم الانتهاكات التي طالت هذه السيدة اليمنية، وهي مثال في الحقيقة لحالات كثيرة الحوثية إلى حالة ملفات بعض الناشطين وسواء صحفيين أو ناشطين سياسيين لمحاكمة أمام هذه المحكمة. هذه المحكمة أساسا محكمة استثناء، وكان عليها الكثير من الانتقادات أثناء وجود الدولة اليمنية. أما اليوم في ظل سلطة انقلابية فالمنظومة العدالة مختلة، ولا يعول عليها إنفاذ القانون أو إجراء محاكمات تحظى أو تتمتع بالحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة. وبالتالي يعني هناك نوع كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى الاستهزاء بالقانون اليمني وازدراء العدالة، وهذا السلوك في الحقيقة يعني معتاد من هذه الميليشيا. طيب، منذ انقلابها على السلطة قبل 3 أعوام هناك الآن الآلاف من اليمنيين محتجزون في سجون هذه الميليشيا. يمنع عنهم الاتصال بالعالم الخارجي ولا يحظون بأي رعاية، وهناك سوء معاملة وتعذيب للمعتقلين. بعض الحالات وصل حد هذا في المستوى الحقوقي سيد وهناك محمد. ناشطون أفرج عنهم في سياق تبادل أسرى. نعم سيد محمد. ناشطون مدنيون لكن نعم. تسمعوني سيد محمد؟ الحكومة الشرعية نعم. هذا في المستوى الحقوقي. في المستوى العسكري لا تزال انتهاكات الحوثي باتجاه جيرانها مستمرة. يعني برأيك إلى ما ترمي ميليشيا الحوثي عبر هذه الاستفزازات للسعودية؟ يعني في الحقيقة استمرار الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية هي محاولة للضغط على الحكومة السعودية لوقف تدخلها العسكري في اليمن. منذ الانقلاب، من أول وهلة للانقلاب، كانت الميليشيا الحوثية، لنعود إلى اللحظة الأولى، قد أجرت مناورات عسكرية على الحدود السعودية في استفزاز واضح للسعودية. هذه الميليشيا التي يعني تم تربيتها في خاصرة الخليج العربي، الهدف منها هو إيذاء المحيط الإقليمي وخصوصا المملكة العربية السعودية. جزء من أهداف إنشاء هذه الميليشيا ومحاولة يعني غض الطرف عن جرائمها من قبل كثير أو بعض الفاعلين الدوليين، الهدف بدرجة أساسية هو يعني أن تكون يعني مسلطة على الحكومة السعودية أو على المملكة العربية السعودية من أجل ابتزاز السعودية، ولتكون هذه الميليشيا بمثابة يعني جماعة ميليشياوية في خاصرة الخليج العربي. أيضا على الصعيد السياسي للأزمة في اليمن، مساعد وزير الخارجية الأمريكية أكد دعم بلاده الحل السياسي في اليمن. برأيك هل الظروف مهيئة للوصول إلى حل سياسي في البلاد؟ أولا أخي العزيز، يعني دائما يخرج علينا المسؤولون الأمريكيون بين الفينة والأخرى للحديث عن حل سياسي في اليمن، وتارة أخرى يتشدقون بالحديث عن المأساة الإنسانية. نحن نعلم، أنا كيمني أعرف أن الأمريكان كان لهم دور في التهيئة للميليشيا الحوثية وغض الطرف عن جرائمها حتى منذ ما قبل انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد واجتياح العاصمة صنعاء. كانت هذه الميليشيا تقود حربا مستمرة وحركات تمرد أو يعني حروب تمرد ضد الدولة منذ وقت مبكر، وقامت بشن حرب
غاشمة ضد جماعات داخل محافظة صعدة بما في ذلك دار الحديث أو السلفيين في صعدة، وكان الأمريكان والسفراء بعض السفراء الدول يغضون الطرف عن هذه الممارسات وهذه العنف الذي تمارسه ميليشيا الحوثي. واليوم يأتي ويتحدث عن حل سياسي. اليمنيون ليس عندهم مشكلة في الحل السياسي في اليمن، وهناك إذا كان ولا بد من حل سياسي هناك مرجعيات متفق عليها، وبما في ذلك يعني هذه المرجعيات تتمثل في القرار، قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216 الذي يدين انقلاب ميليشيا الحوثيين ويطالبها بتسليم السلاح، وهناك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهناك المبادرة الخارجية وآليات التنفيذية التي وضعت خارطة طريق للانتقال السياسي في البلاد. لكن الميليشيا الحوثية ضربت بكل هذه المرجعيات وكل هذه الأسس التي يمكن الاعتماد عليها والاستناد عليها لحل سياسي، ضربت بها أرض الحائط وذهبت إلى حرب في كل البلاد. أخيرا، هل تتوقع فتح جبهات أخرى لتصفية حسابات إقليمية على أرض اليمن؟ يعني في الحقيقة للأسف الشديد الحديث عن فتح جبهات أخرى يعني في الوقت الذي لا تزال هناك جبهات مفتوحة وغير يعني مدعومة بشكل كافي لإحراز تحول عسكري على أرض الواقع من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية اليمنية، يعني نوع من الترف أعتقد. في الحقيقة هناك حديث اليوم يتداول عن فتح جبهة جديدة بقيادة طارق صالح، أحد أقارب المخلوع صالح في اليمن، واليمنيون ليس عندهم مشكلة أن ينخرط أي يعني من يريد مناهضة هذا المشروع الحوثي الغاشم في البلاد، ليس عندهم مشكلة. لكن الإشكالية هو أن يتم صناعة ميليشيا جديدة خارجة عن الشرعية، خاصة أن طارق صالح لم يعترف حتى الآن أو لم يعلن موقفه الواضح بتأييد الشرعية اليمنية التي جاء التحالف العربي لاستعادتها في البلاد. وفي نفس الوقت هناك جماعات ميليشياوية وتشكيلات عسكرية خارج سلطة الشرعية في المناطق المحررة في الجنوب، وبالتالي إعادة إنشاء أو فتح جبهات جديدة بقيادة تشكيلات عسكرية خارج الشرعية هو في الحقيقة جزء من حالة الارتباك الخطيرة التي قد تؤدي بالملف اليمني إلى مآلات تضر حتى بالأمن القومي الإقليمي والعربي. أشكرك الشكر الجزيل. عبر سكايب من إسطنبول، الصحفي اليمني محمد الأحمدي.